السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايب قلبي، يسعد لي اوقاتكم، ان شاء الله الجميع يكون بخير. اليوم ان شاء الله رح نعمل مع بعض حلا بريطاني كرامبل بالتفاح، بنقول له نحن بالفرنسي كرامبل او بوم. طبعا انا رح اعمله على الطريقة التقليدية اللي بعرفها بالمطعم، اللي علمونا اياها بالمطعم، وان شاء الله بالمستقبل بنزل فيديوهات تانية بعملكم الوصفات التانية للكرامبل، كرومبوت بالتفاح. وقبل ما نروح مع بعض على المقادير طريقة التحضير، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وحطوا لايك إذا عجبكم الفيديو. يلا نتكل على الله. وهون حبايب قلبي رح أشرح المقادير. بدنا من 4 إلى 5 تفاحات، 30 جرام زبدة أو 25 جرام زبدة، 20 جرام من السكر البني ما يعادل ملعقتين كبار، بدي 100 جرام سكر ما يعادل 10 معالق كبيرة، وكمان بدنا 125 جرام من الزبدة، وبدي 200 جرام من الطحين ما يعادل كاستين كبار، وكمان بدي معلقة صغيرة قرفة، واللي ما عنده قرفة فين يحط زر فانيليا. هلا هون في نقطة مهمة، السكر البني والزبدة تبع 30 أو 25 جرام هن للتفاح مشان كرمل التفاح، بينما السكر والزبدة والطحين فهدول مشان الكرامبول. وهلا رح نروح مع بعض على طريقة التحضير. نحط مقلاية على نار وسط، بنزل الزبدة، وبعدين بجيب، بسم الله الرحمن الرحيم، بجيب التفاح وبنزله كله، وهلا بحط السكر بهذا الشكل، وهلا بضل عم حرك هيك اخواني، كن شايفين اخواني بضل عم تخلطوا على نار وسط، بس تدوب الزبدة وما يعود يبين السكر البني بنحطه على نار هادية. وهلا بتركها لعشر دقايق، هي بدها ربع ساعة تقريبا، بتركها لعشر دقايق، بهالعشر دقايق بدنا نعمل الكرامبول. طبعا لا تنسوا انه تقلبوها او تخلوا حدا يقلبها عشان يعني ما تحترق. وحبايبي هلا بالنسبة للكرامبول، أول شي بنحط الزبدة، لازم تكون طرية، شوفوا كيف طرية الزبدة، لازم نحطها بالمايكروويف 4 5 ثواني بس لحتى تطرى عشان ما تعذبني لما بدي أعمل الكرامبول. هلا بجيب الطحين وبناخد السكر 100 جرام، بسم الله، وبناخد المعلقة الصغيرة القرفة وبنخلطهم منيح. هلا بعد ما خلطناهم اخواني بنجي على الزبدة، بنقطعها على مكعبات هيك، شايفين كيف بتصير؟ بس حطوه بالمايكرويف بتصير سهلة التقطيع. وهلا بدنا نضل عم نفرك الزبدة مع باقي المكونات بأصابع ايدنا لحتى تعطيني عجينة متماسكة. رح ورجيكم ان شاء الله كيف رح تصير النتيجة بإذن الله. شايفين كيف حبايب قلبي؟ هيك لازم تطلع مثل البرغل. ليش طلعت معنا هيك؟ السببين، السبب الاول انه انا عم بفركها باصابع ايدي، ما عم بفركها هيك براحه ايدي، شوفوا شلون براحه الايد شلون بتخرب، بتصير عجينه، ما بتصير تكون عجينه، لازم تكون هيك. والسبب الثاني انه ما عم تكبتل، لانه انا حطيت الزبده 4 5 ثواني بالمايكروويف، وهذا من احد اسرار الكرامبول. هي المعلومه من احد اسرار الكرامبول. في ناس بتحط شوفان مشان يطلع معها هيك، نحن من دون ما نحط شوفان بيطلع معنا هيك. السر بس انه الزبده تحطوها بالمايكرويف 4 5 ثواني، لانه لازم تكون الزبده شوي طريه. وهلا اخواني رح اروح شوف التفاح، لازم يكون تكرمل. وهلا حبايبي شوف شلون صار التفاح تكرمل. بناخد التفاح وبننزله. وهلا اخواني بعد ما حطيت التفاح فيكم تضغطوه هيك شوي بايدكم، منجيب الكرامبول ومنرشوه على الوش. طبعا مثل ما قلت لكم يفضل تكبسوها للتفاح، تكبسوه هيك. هلا احيانا بيزيد معنا الكرامبول، بتزيد كمية كرامبول، بترجع بتعمل التفاح لتخلص كمية الكرامبول، لانه هو على حسب قياس التفاح. انا جبت 4 تفاحات بس صغار، عرفتوا شلون اخواني؟ انتم بتجيبوا 6 تفاحات صغار بيمشي الحال. انا هلا عملت موديل، طبعا هو بيعمل لي 4 من هذا المقاس. هلا بدي احطه بالفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة من 20 دقيقة ل 30 دقيقة، انتم بتشوفوا لحتى يصير لونه، يعني لحتى يصير لونه بياخذ اللون الذهبي. وديروا بالكم مشان ما يحترق.
لحطه بالفرن ان شاء الله، ورح ارجع وارجيكم النتيجة. طبعا قبل كل شيء انا اسف على رداءة الصوت، خطأ تقني، ومثل ما يكون شايفين اخواني كيف طلعت بهذا الشكل. طبعا انا طلعت معي هيك لونها لانه حاطط قرفة، اذا بتحطوا ظرف فانيليا غير بدل القرفة بيطلع لونها شي تاني. بصراحة انا هاي الاكلة كتير بحبها، كتير طيبة، كتير جربوها وما حتندموا. بتمنى انه يكون الفيديو عجبكم، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.